كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله عنهما يستشيره في من يولي أمر القضاء والمال في مصر، فقال معاوية لعمرو بن العاص: لا تولي القضاء والمال إلا لحضرمي فإنهم أهل أمانة. ولذلك عدد من تولى القضاء في مصر من الحضارمة 18 قاضيا، ولهم مقبرة في القاهرة اسمها مقبرة القضاة الحضارمة. لقد ولي القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الكرام، رجال ليس مثلهم رجال من الصيد الجحاجحة الضخام. يا حضرموت هنيئا ما خصصت به من الحكومة بين العرب والعجم، في الجاهلية والإسلام يعرفه أهل الرواية والتفتيش والكرم. لأن أكثر أهل تريم من حضرموت يحفظون القرآن، فإن الناس يجرونها مجرى المسجد فلا يدخلون البلدة إلا حفاظ.